صوت الذكر وهو بينده لنتايته، ده صوت الذكر وهو بينده لنتايته عشان تزاوج. الانتر يلعب يوم مع جنوا وفي حال فوز يوسع الفارق ل 10. سبحان الله، هو الذكر بيزعج للنتايه بالصوت ده كده وهي بتروح له، او اي نتايه زايفه بتروح له. سبحان الله. هدي الشاشة دي شوية. الريموت فين؟ شوف الريموت فين وهدي الشاشة دي شوية. هدي الشاشة دي شوية. بس كده سبحان الله، الذكر بيندع على النتاية عشان تزاوج. دي مش نتايته بس، هي كده ايه النتاية ديت، عايزة تتزوج، عايزة ذكر عامة. بس هو مش عايز، عايز نتايته طبعا. دي بتجيله، دي نتاية زايفة. احنا دلوقتي هنديلها نتايته، نشوفها كده هيعمل ايه، هنبينها له. انت في ده ايه؟ عايزه تروح له كده، شافها واستريح يعني. عامة لما شافها ما عادش بيزعج عليها. النتاية بتاعته اهي، بس احنا مش هنديها له، دي النتاية بتاعته.